بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى دولة السيد أنتوني البانزي رئيس وزراء أستراليا وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية متمنيا له موفر الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في أداء مهامه بما يصب في تحقيق المزيد من التطور والنماء لأستراليا وشعبها